شطر الابن عن بيت الدفئ العذب، جرح في قلب الحب يحكيه للأجيال. شطر قلبه الغالي بعد البسخ لم يبقى إلا مسكين يشقى. هما في قلب الصحراء لا قوت فيها لا ماء إلا الدمع والأنواء. بيتو خالو هونت وقتهم بندي لوخ سردت ملكوش ميونو حاسوني خدا احتيت لو ملكوش ميونو حاسونا الخلدة احتينا لو صلوا علي ميت المران هالو قافي الكرمانو نترحم علي المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب الرحيم، يا من أرسلت ابنك الوحيد ليرد الابن الضال، فعلمنا بحياتي وأمثالي محبتك الأبوية. أهلنا أن نذكر اليوم رحمتك العظمى التي تجلت في مثل الابن الضال للتائب إلى أبيه. أعدنا نظيره من غربة الخطيئة إلى بيتك الأبوي، فنسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. مخمور السلام للبيعة ولبنيها. برخمو ربو لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الرحيم محب البشر وقابل توبتهم، وإلى الابن الحبيب الذي تأنس ودعا الناس إلى بيت أبيه، وإلى الروح القدس الذي ينير القلوب والضمائر. برخمو الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي الآتي إلى العالم، أنت هو الطريق الموصل إلى الآب، فلا طريق إلا بك. أنت الذي ترددت بين الناس وأظهرت محبتك لهم وأخبرتهم عن حنان الآب وحبه للخاطئين التائبين. أنت الذي كلمتنا عن التوبة والرحمة والماء الحي، وشئت أن نتأمل اليوم مثل الابن الشاطر الذي عاد عن ضلاله واثقا بأبيه نادما على خطيئته. فيا ربنا نسألك على عطر هذا البخور، كما حنوت على الخطأ أحن علينا، وهب لنا أن نتواضع أمامك تائبين عن هفواتنا. أنرنا بمعرفتك وشددنا بقوتك، فلا يغرب وجهك عنا ولا يكتنفنا ظلام الخطيئة. ويا ربنا أرسل روحك إلى الخطأ في هذا الصيام الغافر، فيعودوا إليك مستغفرين. افتح لهم ذراعيك المباركتين وأضمهم إلى صدرك، فيفرحوا بلقياك ويسعدوا بمعرفتك. وليكن لنا روحك القوة والعون، فنسبحك وأباك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. أعدتني إليك،
جئت إليك من غربتي أعدتني إليك. اقبل اللهم بخورنا غفرانا لخطايانا، وهب الذين ابتعدوا عن البيت الأبوي أن يعودوا فيستمدوا العفو والغفران. أما نحن أبناءك الضعفاء فقو عزائمنا لنبقى معك ونمجدك إلى الأبد. آمين. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، نصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. حبي الأكبر إنه قلب الآب من قلب الدنيا أكبر. اغفر آثامي ربي يا أبا الحق الأكبر، تبكي تنهد قلبي أنت من قلبي أكبر. ربي يا من تقبل قدم الخدمة الأبرار، يا حنون تقبل واستجبناك الأبرار. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. وبارك يا سيد السيد بولس والرسل، تحل مراحم الله على مارغريت وأبناء الرعية إلى الأبد. آمين. يا إخوتي، اختبروا أنفسكم، هل أنتم راسخون في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، ألا تعرفون أن المسيح يسوع فيكم إلا إذا كنتم مرفوضين؟ فأرجو أن تعرفوا أننا نحن لسنا مرفوضين، ونصلي إلى الله كي لا تفعلوا أي شر، لا لنظهر نحن مقبولين، بل لكي تفعلوا أنتم الخير ونكون نحن كأننا مرفوضون. فإننا لا نستطيع أن نفعل شيئا ضد الحق، بل لأجل الحق. أجل إننا نفرح عندما نكون نحن ضعفاء وتكونون أنتم أقوياء. من أجل هذا أيضا نصلي لكي تكونوا كاملين. أكتب هذا وأنا غائب لئلا أعاملكم بقساوة وأنا حاضر، بالسلطان الذي أعطاني إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم. وبعد أيها الإخوة، افرحوا واسعوا إلى الكمال، وتشجعوا وكونوا على رأي واحد، وعيشوا في سلام، وإله المحبة والسلام يكون معكم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، جميع القديسين يسلمون عليكم. نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة الله
وشركة الروح القدس معكم أجمعين، والتسبيح لله دائما. يسوع المسيح القديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا يسوع. كان لرجل ابنان فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني حصتي من الميراث. فقسم لهما ثروته، وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر كل حصته وسافر إلى بلد بعيد، وهناك بدد ما له في حياة الطيش. ولما أنفق كل شيء حدثت في ذلك البلد مجاعة شديدة، فبدأ يحس بالعوز. فذهب ولجأ إلى واحد من أهل ذلك البلد، فأرسله إلى حقوله ليرعى الخنازير، وكان يشتهي أن يملأ جوفه من الخروب الذي كانت الخنازير تأكله ولا يعطيه منه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من الأجراء عند أبي يفضل الخبز عنهم، وأنا هنا أهلك جوعا. أقوم وأمضي إلى أبي وأقول له: يا أبي، خطئت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وفيما كان لا يزال بعيدا رآه أبوه فتحنن عليه وأسرع فألقى بنفسه على عنقه وقبله طويلا. فقال له ابنه: يا أبي، خطئت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أسرعوا، أخرجوا الحلة الفاخرة وألبسوه، واجعلوا في يده خاتما وفي رجليه حذاء، وأتوا بالعجل المسمن واذبحوه لنأكل ونتنعم، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وضائعا فوجد. وبدأوا يتنعمون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء واقترب من البيت سمع غناء ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: جاء أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه لقيه سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يتوسل إليه. فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك كل هذه السنين ولم أخالف لك يوما أمرا، ولم تعطني مرة جديا لأتنعم مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل ثروتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن؟ فقال له أبوه: يا ولدي، أنت معي في كل حين، وكل ما هو لي هو لك، ولكن كان ينبغي أن نتنعم ونفرح، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وضائعا فوجد. حقا والأمان لجميعكم.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الإخوة والأخوات الأحباء، اليوم الأحد 20 آذار 2022 عم نرفع الذبيحة الإلهية أحد مثل الابن الشاطر. منقدس لراحة نفس المرحوم وديع حبوش المتوفي في المهجر لمناسبة مرور أسبوع على وفاته، وبختام القداس نرفع البخور لراحة نفسه. أما توصيات الأسبوع القادم الأربعاء القادم 23 أدار عيد القديسة رفقة، القداس الساعة 4 بعد الظهر ترفع الذبيحة الإلهية على نية بيير الطعمي وعائلته. الجمعة القادم 25 أذار عيد بشارة السيدة العذراء، وهو يوم عطلة رسمية، القداس الساعة 4 بعد الظهر ترفع الذبيحة الإلهية على نية عائلة فرحات من أحياء وأموات ولراحة نفس المرحوم الياس شديد وعلى نية عائلته من أحياء وأموات في الوطن والمهجر. الأحد القادم 27 أذار القداس الساعة 11 صباحا قداس وجناز الأربعين لراحة نفس المرحوم جوزيف أديب سلو. توصيات لقريتهم على مسامعكم إخوتي وأخواتي، فيكم تتابعون على صفحة الرعية على الفيسبوك رعية مارلياس المارونية خربة أنافار، وبتتابعون أيضا توصلكم رسائل عن توصيات الرعية على هواتفكم على الواتساب على جروب الرعية. يلي بعد ما نزل رقمه على جروب الرعية بيقدر يبعت اسمه على رقم هاتف الواتساب 086-45-120 وبصير اسمه ضمن مجموعة رعية مار الياس المارونية في خربة أنافار. ما عليه حوارات ولا عليه أي دعايات هذا الجروب، إنما فقط توصيات الرعية بتوصلكم على هواتفكم. نحن من أسبوعين ابتدينا رياضة الصوم الروحي للرعية يلي حضرة الأب أنطوان حنين محترم بشاركنا للذبيحة الإلهية اليوم قام بالرياضة الروحية للرعية الأسبوع الأول يومين، والثالث ما قدر كفر الرياضة لسبب الأحوال الجوية، وامبارح الجمعة أول امبارح كمان ختم الرياضة الروحية للرعية. نحن بونا أنطوان باسم الرعية منتشكرك على الرياضة الروحية اللي أتحفت فيها أبناء الرعي. اللي عنده جلد يتابع على محطات التلفزة ممكن تتابعوني الخميس الساعة 10 صباحا الخميس القادم على محطة نورسات لمناسبة عيد سيدة البشارة لقاء، واليوم الأحد القادم على محطة الأم تي في الساعة 5 إلى ربع مساء بإرسال مباشر أيضا لنفس المناسبة. نحن سمعنا اليوم إنجيل الابن الشاطر. دائما بزمن الصوم ناخد زوادي نحن، وهيدي الزوادي روحية منعيشها حتى نوصل نلتقي بموت وقيامة يسوع المسيح، حتى إذا متنا معه نقوم معه مثل ما بقول مار بولس ونعيش هالمجد مجد القيامة. في نقطة كتير مهمة، أكيد كل النقاط مهمة، بحب نتشارك نحن وياكم فيها حول إنجيل الابن الشاطر، ألا وهي بقلب النص بيذكر النص الإنجيلي إنه الابن الضال لما نفكر يرجع لبيه ويقول له قد خطئت إلى السماء وإليك ولم أعد أستحق أن أدعى لك ابنا، بلكي بيه بيتحنن عليه وبرده وبيعيشه ببيته. البي لما شافه من بعيد جاي قبل ما الابن ينطق اللي كان مفكر يقوله، بيقول النص الإنجيلي ارتمى وحضنه وقبله طويلا قبل ما يعبر الابن عن توبته للعمل الغلط اللي عمله بحق بيه. المبادرة اللي قام فيها الابن بالتوجه صوب بيه والعودة إلى حياة العلاقة مع الأهل مع الوالد مع العائلة كانت كافية قبل ما ينطق بعبارات الندامة انه العائلة تستوعبه من جديد وتضمه الى احضان. من هون ما فينا ننطلق بس لنفهم
نص العودة إلى العائلة من علاقة الابن بأبيه، إنما فينا نعمم هاي العلاقة على علاقة البنت بأمها والبنت ببيها والخي بخيه والبي بأحفاده وعلى الصديق بصديقه والأقارب ببعضهم البعض. ليش بنقدر نعمم نوع العلاقة بين الكل؟ لأنه عنوان هيدا اللقاء بين الابن والأب في نص الابن الشاطر عنوان واضح وصريح، وهو محور كل المشروع الخلاصي، ألا وهو المغفرة. العنوان اللي بنقدر ناخده من هذا النص الإنجيلي يلي عم يطرحه علينا لوقا بالإنجيل، ويلي الرب يسوع لأجله تجسد وذاق المر وصلب ومات على الصليب، هو الغفران أو المغفرة. نوع العلاقة اللي من جديد استجدت بين الابن والبي بهذا النص استجدت بسبب المغفرة المسبقة اللي كانت موجودة عند البي تجاه الابن اللي غلط بحق بيه. وكل أنواع العلاقات اللي عددتها إخوتي وأخواتي نحن منقرأ بيننا وبين حالنا ومنفحص ضميرنا بحياتي، أنا مع مين ما بحكي، أنا ومين زعلان، مين غلط بحقي وبعدني مش قادر أرضى ومش قادر سامح. من خلال هيدي الكلمة بالتحديد وهيدا الحدث بين البي والابن الشاطر، أنا مدعو لإعادة قراءة حياتي مع كل الناس يلي يعتبروا أحبائي. ما عبقول أنه أنا قصرت مع حدا لذلك غلط بحقي، عبقول أنا بحبه من كل قلبي للآخر، وهو بلحظة من لحظات التخلي مثل ما منسميها جرحني جرح محبتي، انقلب على هالمحبة وبعد طعني وفل. إلى أي مدى أنا ألم هيدي الطعنة، هيدا الحزن اللي أنا عبعاني منه لأنه في واحد بحبني أو وحدة بتحبني أو شو ما كانت نوع العلاقة طعنت هاي المحبة أو طعن هيدا المحبة غدر بإخلاصي لإله وفل. إذا منراجع بحياتنا نحن كلنا سوا، قديش في بحياتنا ناس نقول بالعامية أكسنا عليهم لأنه ما بيستاهلوا المرحبة، شطبنا عليهم بحياتنا لأنه قد ما تعمل معهم منيح ما بيبين معهم. بنستعملهم كتير هالعبارات بحياتنا، في بالضيعة هون وهذا شيء المؤسف، وبكل ضيعنا حتى إخوة بيحكوش مع بعض، إخوة بيبقى الباب على الباب بيفتح بيقلوش مرحبا، مع أنه فوق بالقلعة البواب على بعضها ما حدانش عنده مشكلة مع التاني يعني. بس أنه هون ما بعرف في شيء غريب. نحن مدعوين أخوتي وأخواتي أنه هالزرع اللي انزرع بقلوبنا بالمعمودية نبادر إلى عمل الآب مع الابن الشاطر، لأنه كل أنواع الحلول لأي مشكل قائم بين اثنين مفترض أنه يكونوا بيحبوا بعضهم، كل أنواع الحلول الماتيماتيكية والعلمية والمبنية على حسابات وهمية ما بتوصل لنتيجة حقيقية. الحل الوحيد اللي بوصل لإعادة اللحمة ونتيجة حقيقية بين اثنين مفترض يكونوا بيحبوا بعضهم ويكافوا حياتهم مع بعضهم هي المغفرة. والمغفرة لأنه اللي عطانا إياها هو أكبر من أنه نقدر نرد له قيمتها، أي الله على الصليب. مشان هيك ما حدا بيقدر يربح جميلة بالغفران للآخر المخطئ بحقه، مهما كانت حجم الإساءة بحقه من قبل الآخر، المغفرة اللي بقدم له إياها ما إلي بالجميلة فيها، لأنه اللي عطاني إياها بالأساس على الصليب ما بقدر أوفي إياها. هي بتستاهل كل حياتي، كيف أنا بدي أكون واقف قدامه بكرة وقل له بشكرك على مغفرتك لإلي بحياتي وقدمت لي الأبدية على الصليب، وأنا مش قادر أوقف بوجه واحد غلط بحقي بشي بسيط وما قادر أغفر. هيدي فيها نوع من إذا بدكم يعني خبسنة ما بتزبط. بدي يكون مسيحي حقيقي، بدي يكون غافر، والله هو بعوضني بنعمته مثل ما عوض البي عودة الابن الشاطر، ومثل ما خلى الابن التاني اللي زعل يرجع يفوت يكفي السهرة معه. بختم، هيدي المغفرة بين بعضنا البعض ما بتكون إلا مغفرة بشرية محدودة
إذا ما كانت مدموغة بهالزمن الصوم بالمغفرة بسر الاعتراف. أخوتي وأخواتي، لما الرب حطلنا سر من أسراره الكبيرة، حضوره بسر المصالحة وسر الاعتراف، حتى إذا غفرنا للآخر نعرف شو قيمة مغفرة الله لخطايانا، وما منعيشها لأنه علمونا وصبغولنا أفكارنا أنه منو هيدا اللي بدي أعترف عنده، هيدا الأبونا زلمي مثلي مثله، وهيدا خاطئ، وهيدا ما بعرف شو. لما أنا الشيطان بده يفوت يبعدني عن علاقتي بالله بسر المغفرة الحقيقية، ما لازم حدا يجي يقول بعدين ليش التاني ما عم بحكي معه وما قدرت غفرت له. الانطلاق للمغفرة للآخر والوصول إليه ببلش من قبولي لمغفرة الله لإلي من خلال سر الاعتراف وسر المصالحة يلي هو سر الغفران الحقيقي. مشان هيك ما نخلي الشيطان يوسوس بعقولنا ويبعدني عن انه عيش الأسرار مع يسوع المسيح، وخصوص سر المصالحة إذا بدي عيش بحياتي ملتقي بالآخر. لما أنا بغفر للآخر ما بيكون عندي مشكلة إذا هو أفكاره ما نطفت، أنا بيكون عندي النعمة إنه أنا غفرت، الباقي بيتصلح لحال. بوجان إن شاء الله بيكون قداس مقبول، بقدم لك كل التعازي لفقدان صهرك ولحضراتكم كلكم الموجوعين هون والموجودين واللي عم بتقدسوا لراحة نفس مرحوم وديع بالمهجر. ومش غريب عنكم انكم دايما تذكروا كل الناس احبائكم كانوا هون او بعيد بصلواتكم، وهيدي عائلة معروفة بصلاتها وإيمانها وتعلقها، وهذا الشيء ما لازم نشكر فيه لأنه منتعلم منكم هالتعلق وهالإيمان هيدا. الله يرحمه وتكون نفسه بالسماء وتضلكم نخدمكم بالفرح لكم هيك، وما بتعودوا تشوفوا أحزة. نؤمن بإله واحد، برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي. أمين. إيت الوط مدبحي دلو هو الوط دلو دم حادي طليوت، وينو بصوغ الطيب وطوخ أعول البيت وخ وسهود بهايك لوط قوت شو دحل تخمر يودا بارين ومزادي قوت خالي فيه صلاة وعلاي مات والمران قالوه القابل قربونه ونترحم علينا باسلوته. هللويا قال الرب إنني الخبز الموحي لآتي من حضن الآب للعالم قابلاني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبة القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المسبح قوتا للبيه هاليلويا وخبز الحياة.
أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، بدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية أم الله مريم، مار مارون، مار شربل، مار لياس، مار يوسف والقديسة ريتا. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنه هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. يا أم الله كنز البركة، عنك الأنبياء أخبروا في البرايا برموز وآيات، فيك تمت الأسرار كاملة النبوءة وابتدى الميثاق الجديد. إخوتي وأخواتي، بحب أذكركم أنه المناولة على الطريقتين، إما بفتح اليدين على هالشكل والكاهن بحط الأرباني باليد بيخذها المؤمن بيتناولها، إما بالفم. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فترفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك يا أخي الكاهن ويا إخوتي بالروح القدوس. سلام الله يحفظ قلوبكم بك يا رب نبارك، فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من ألام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس، يا من أنت هو الإله الواحد الحق، وفيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفي. السماء والأرض
قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي القداس، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال. وبيومه هودك ضمح شودي لما بتحايه ساب اللحم بيدا وقديشته بارخ وقادش وقصو يا بالتلميدا وكدمر سابا خول منه كل خون هونو ديني طاو فغرو ديل نحلو فيكون وحلف ساقية ما تقسي وما تيهان وسيوت حوبي والحيد العلم علمين. وخانوا عالكوسو دمزغو من حمرو من مايو بارخ وقادش يا بالتلميدا وكدمار سابش تاو منه كل خون هونو ديني تاو دمو ديل دياتي قيح داتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشاد وما تيهاب وصيد حوبي والحيد العلم علمي. وزاد على ذلك هذا الإيضاح قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاصي والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله، ولذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفك اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل لها هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. يا رب ترأف بنا وبكل ميراثك ورد هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجواره. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. اجعل بحلولي هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنام معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. كن يا رب لبيعتك ولرعاتها حصنا منيعا ضد التعليم الضالة، واعدد أبائنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس وتراركن الأنطاكي، مار جوزيف مطراننا وسائل أساقفة المستقيمين رأي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي يا أبانا
على نية المسؤولين المدنيين والعسكريين في بلادنا وفي العالم، ذكرهم دوماً بدورهم الأبوي في مساعدة شعوبهم وإحلال السلام بينهم، نسألك يا رب. يا رب ارحمهم. على نية الجماعة الحاضرة نصلي، اجعل يا رب كلا منا يعامل قريبه معاملة الأخ، فيقبله بضعفه ويستقبله غافرا كل خطيئة صدرت منه، نسألك يا رب. يا رب ارحمهم. نصلي إليك يا أبانا السماوي مع قداسة البابا فرانسيس، على نية أن نعيش سر التوبة بعمق متجدد لكي نتذوق الرحمة الإلهية اللامتناهية، نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اكترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب وأمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء، يمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك كل الوقار، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. مرخمور السلام لجميعكم. ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الفاخر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها، وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وهديرتك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. و...
ومع روحك ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. حمل الله الحامل خطيئة العالم جسد سيدنا يسوع المسيح. يا إلهي يا ينبوعي لا
لك أقدم ذاتي. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا أيها الآب القدوس، إن أفواهنا المعتادة الكوت الأرضي تشكر نعمتك التي أهلتنا لهذا الكوت السماوي، جسد ابنك الوحيد ودمه، هو الذي به ومعه يليق بك المجد والقدرة والوقار مع روحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. أمين. بارك مور السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها المسيح الخبز السماوي، من تنازلت فصرت لنا مأكلا غير فان، لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. الملوك الخنع نفحة العطر العذب، عن أرواح موتانا ترجو منك يا ربي، عنهم رضوانا بالخبز الحي اقتاتوا واجتازوا دنيا الشوق للمجد الآتي، ماتوا في مجد والرجاء. أشهى موت الأبرار أسرار ما أغناها، آمال ما أغلاها، غفو في الأنوار، ما لم تبصره عين، ما لم تسمعه أذن، ما لم يدركه ذهن، يعطى للأبرار. إن جاء الحي الرب نادى بالموت من شوف الأرض قاموا للحكم
نقاب، من في البر قد لاح، غنى الشكر وارتاح، في غامر الأنوار حي نورا فيه حي، إسحاق لف أغرام مكيا بالأكفان، والبعث سر ظال ملء الأذهان، موسى قد هزته النار والله منها نادى، الصديقون الأمر يحيون لله، صوت شروط هويل فلك بانت في البعد يغنيها كنز الوعد، يحدوها موج اليم والكنز ينمي، أنت الفلك يا مريم، يسوع الكنز الأعظم، منه أشبعت المعمر حياة ونور، يا أبرار في القضاء الحكام أدهشتم، ذللتم ركن الظلم والشر دستم، غادرتم كور التعذيب كالإبريز في النقى، غنى فكراكم تطبيب أرض وسماء، يوح العلي من هيم يولف مرشح بارخ يحيي ذكرى الأنبياء والرسل والصديقين والأبطال الشهداء، فخر الظفير اذكر يا رب البيعة والعذراء الوديعة، والموتى بالقديس اجمعهم آمين، يا ابن الله بين الأبرار الأنوار ارحم، واقبل أذنك طول الأطهار، يا من تحيي ميتا وراء التراب، اقبل منا هذه الصلاة عمن غابوا، يا من ذاق الموت القاسي كالإنسان، أبعد عنا مر الكاسي الموت الثاني، عظيم وارفع ذكر العذراء والقديس الجن، وارحمنا طيب ذكرى الموتى الراحة الدائمة أعطه يا رب، ونورك الأزلي فليضئ له، فلتستريح نفسه بالسلام، برحمة الله والسلام أمين، مرخمور السلام لجميعكم ومع روحك، فلنصلي الأبان والسلام والمجد لراحة نفس أخينا المنتقل من بيننا، سائلين الله أن يعاملهم معاملة الأبرار والصديقين في ملكوته السماوي، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعم الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين أمين. المسيح قام حقا قام.